أهلا بكم متابعي جريدة اليوم السابع من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحديدا غرفة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس للتعرف على الحالة الجوية اليوم وعلى مدار 72 ساعة القادمة. بيستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم وغدا. غدا متوقع تكون ذروة ارتفاعات درجات الحرارة. اليوم درجات الحرارة بتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-4 درجات، لأن متوقع العظمى على القاهرة اليوم 37 درجة مئوية في ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة، لأن احنا بنتأثر بمعظم كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، امتداد منخفض السودان الموسمي اللي بيعمل على ارتفاع درجات الحرارة مع الكتل الهوائية الجنوبية اللي بتأدي لارتفاع درجات الحرارة، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة يخلينا نحس بالأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، أجواء حارة خلال فترة النهار على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط. خلال ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس الأجواء بتكون أجواء معتدلة تماما، بنشاهد ارتفاع أو بنحس بارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات الليل. كنا الأيام الماضية بنسجل درجات حرارة ما بين 18 و19، خلال هذه الأيام بنسجل درجات حرارة صغرى ما بين 23 و24 درجة مئوية، يعني ارتفاعات في درجات الحرارة خلال فترات النهار وخلال فترات الليل. بالإضافة كمان أن بيبقى فيه خلال فترة المساء تحديدا بعد ساعات الظهيرة ودخول ساعات المغرب بيبقى فيه نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، بعض المناطق من سواحلنا الشمالية وجنوب سيناء. نشاط الرياح ده بيكون أحيانا على فترات من الأوقات دي بيساعد على الإحساس بالأجواء الربيعية المعتدلة فترة المساء بعد أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار. أيضا بتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي بتتكون في الساعات المتأخرة من الليل وبتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح حتى سطوع أشعة الشمس. هي شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش تماما على حركة المرور وانخفاض طفيف جدا في الرؤية الأفقية، يعني تقريبا على الساعة 7 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي. متوقع غدا الاثنين يكون ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، لأن يوم الاثنين غدا متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 38 درجة مئوية، ده طبعا بالنسبة للقاهرة الكبرى خلال فترات النهار، ودي أعلى درجة حرارة هنسجلها على مدار الأسبوع كله غدا الاثنين. يوم الثلاثاء هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجتين، لكن هتظل الأجواء ما بين شديدة الحرارة إلى حرة فترة النهار، لطيفة خلال فترات الليل. الوضع عامل ازاي خلال الفتره اللي جايه بالتحديد، واعلى درجات حراره هيتم تسجيلها تكون كام وهتكون ايه؟ هو الوضع طبعا هو في استمرار لارتفاع درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، استمرار تاثرنا بامتداد منخفض السودان الموسمي اللي مع كتل هوائيه جنوبيه بتادي طبعا لارتفاع درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل. ذروه ارتفاع درجات الحراره غدا الاثنين ان شاء الله، اعلى درجه حراره هتسجل على القاهره الكبرى هتكون 38 درجه مئويه، لكن طبعا بطبيعه الحال المناطق اللي موجوده في جنوب البلاد بتكون اعلى من كده، بتوصل ل 43 درجه مئويه، يعني اجواء شديدة الحرارة من القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، بتمتد كمان محافظات شمال وجنوب الصعيد. السبب ايه في الاجواء اللي بتشوفها دي؟ وهل يعني الكلام على وجود منخفض السودان، وهل في ايضا منخفض الهند، وقالوا ان يعني المنخفضين دول امتى بيتلاقوا مع بعض؟ عايز حضرتك توضح لنا السبب. طبعا ان احنا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من جنوب البلاد، امتداد منخفض السودان الموسمي، مرورا طبعا بصحراء شبه الجزيره العربيه. الكتل دي كلها بتمر طبعا مرورا كمان احيانا بالبحر المتوسط، كتل دي طبعا مرتفعه بدرجات حرارتها فبتؤدي لارتفاع درجات الحراره. بالفعل احنا مع بدايات شهر 6 ودخول فصل الصيف بيبدا منخفض السودان الموسمي يلتحم مع منخفض الهند الموسمي ويبدا ياثر علينا خلال فصل الصيف. منخفض الهند الموسمي دايما بيبدا ينشط في شهر 6 وتحديدا مع بدايات فصل الصيف اللي هيبتدي 21 يونيو، بيبدا ياثر علينا منخفض الهند الموسمي اللي دايما بنسمع عنه في فصل الصيف، بيؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبه وكمان ارتفاع في درجات الحراره. وبنتنيه طول فصل الصيف في الغالب متاثرين بمنخفض الهند الموسمي، دايما بنحس بزياده نسب الرطوبه وبارتفاع في درجات الحراره. لما بنتاثر بمرتفع العروض الوسطى اللي بيجلب كتل هوائيه قادمه من غرب اوروبا وطبعا مرورا بالبحر المتوسط معرف بمرتفع الأزور، ده هو اللي بيؤدي لاعتدال الأجواء في فصل الصيف، يعني أحيانا بنتأثر بمنخفض الهند الموسمي وأحيانا بنتأثر بمرتفع العروض الوسطى.
الموجه دي هتنتشر امتى بقى، وهل هي مستمره معانا ومكمله معانا ولا لا؟ هي طبعا انقصار الموجه تحديدا ان شاء الله هيكون يوم الثلاثاء والاربعاء، يعني احنا بنقول درجات الحراره متوقع تكون ما بين 36 و 35. هو انقصار طفيف في الموجه، لكن الاجواء هتظل اجواء حاره فتره النهار، في ارتفاع طفيف في درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لها، تحديدا يوم الثلاث والاربعاء اعلى من المعدلات بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لكن غدا هنكون اعلى من المعدلات الطبيعيه لها بحوالي 4 لـ5 درجات. هل كده الدرجات مش هتنخفض بقى عن الحد ده، المستوى ده اللي هي 34 35 وهنشوف درجات ثانيه ترجع لل 30 ولا الوضع هيكون عامل؟ هي درجات الحراره خلاص خدت اتجاه طبعا ارتفاعات في درجات الحراره، وده طبعا بدايه مع شهر 6 وقدوما لفصل الصيف ارتفاعات في درجات الحراره. لو حصل انخفاض في درجات الحراره اكيد هيحصل يوم او يومين بالكثير، هيحصل في انخفاض في درجات الحراره مش هتنكسر عن ال 30 درجه مئويه، لكن خلاص البروده خلال ساعات الليل اللي كنا بنشعر بها خلال بعض الايام الماضيه خلاص انتهت، هتظل الاجواء بعد كده اجواء معتدله او لطيفه خلال ساعات الليل، نقدر بقى نخفف ملابسنا خلال فتره النهار وفترات الليل. الناس تعمل ايه بقى في الاجواء دي؟ طبعا مع ارتفاعات درجات الحراره وبنوه هنا ذروه ارتفاعات درجات الحراره غدا، بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. خلينا برضو نوجه نصيحه او معلومه للساده المشاهدين، ان احنا ارتفاع نسب الرطوبه او التعرض المباشر لاشعه الشمس ده بيزود احساسنا بارتفاعات درجات الحراره، يخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى كمان من اللي احنا دايما بنذكرها، فاحنا بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 3 العصر، لان الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم. كمان نرتدي طبعا الملابس القطنيه الفضفاضه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بارتفاعات درجات الحراره، تناول قدر كافي من المرطبات والسوائل، ثقافه ان ازازه الميه تبقى دايما موجوده في ايديا ده شيء مهم جدا، لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع في الفتره دي دايما يبقى معايا غطاء للراس الشمسيه او كاب، صدق ايد المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام، ونتبع كافه تعليمات المرور. واخيرا احنا لسه في فصل الربيع، فصل الربيع هينتهي 20 يونيو، فاحنا خلال الفترة الثلاث أسابيع دي طبعا نشاهد النشرة الجوية بصفة يومية، لأن الربيع وارد جدا يحصل تغيرات في الحالة الجوية في أي وقت، واحنا هنا في الهيئة العامة للأرصاد الجوية دايما بنحدث نشراتنا أول بأول، ودايما يا رب السلامة للجميع بإذن الله. أخيرا بقى نعرف الناس درجات الحرارة وقت الذروة هتوصل لكام؟ درجات الحرارة اليوم وقت الذروة اللي احنا فيها الآن هتوصل ل 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، محافظات سواحلنا الشمالية توصل ل 33 درجة مئوية، أيضا محافظات جنوب البلاد تحديدا محافظات شمال الصعيد هتوصل ل 39 درجة مئوية، محافظات جنوب الصعيد هتوصل ل 42 و43 درجة مئوية. ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين إن شاء الله، خلال فترة النهار متوقع تكون العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، خلال فترات الليل متوقع تكون 23 درجة مئوية. شكرا.